إذا للحديث أكثر ينضم معنا شيخ طامي المجمعي أحد شيوخ ووجهاء حزام بغداد. أهلا بك شيخ. مقتل شخص وأصاب 6 آخرين بنزاع مسلح، كل ما نفهم من هذه الواقعة هو ضابط برتبة ملازم أول أراد شراء خروف من أحد الرعاة ولم يتفقوا على السعر فحصلت الكارثة، ما رأيك؟ تحية لك وزميلنا الأستاذ أحمد ولجميع مشاهدة قناة التغيير. صراحة هي هاي بالنسبة للأجهزة الأمنية هي ليس أول حادثة يرتكبوها منتسبين وضباط الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات العراقية. بالسابق أحد ضباط الأجهزة الأمنية اغتال زميلنا الهاشمي، وهسه ارتكبوا هاي الجريمة وقبلها ارتكبوا جرائم هواية. يعني حسب المعلومات اللي عندي الملازم أول مصطفى من إجا بهذا القوة مالته وراد أن ياخذ خروف خاوة من ياسر الزوبعي، وبعدين أخذ القوة مالته وذهب إلى منزلهم، وعند الخروج من الجامع قام بقتل شقيقه أحمد وأصابت 5 آخرين ورمى النساء ويتم أطفال. هذا المفروض يعدم في مكان الحادث، لأن أنا حسب معلوماتي بالنسبة أغلب الضباط، أنا لا نقول لا نجزم أقول الجميع، لكن أغلب الضباط يرتكبون هذه الجرائم لعدم وجود رقيب، وجود الفساد المستشري بالأجهزة الأمنية وجميع دوائر الدولة جعل من بعض الضباط أن يستهترون على المواطن ويستهتر على شيخ بعض القيادات. لأن أكو شيخ المجمعي فقط، يعني هذا الكلام أنت تتحمل مسؤوليته عندما تتهم هذه الاتهامات، وطبعا حق الرد مقفول. لا أنا زميل الأستاذ أحمد أنا أتحمل مسؤوليته أكيد وحق الرد مقفول للجهات، وأنا رجل، وحق الرد مقفول للجهات الأمنية. ولكن أنت الآن قلت مسألة، يعني الضابط أراد الخروف خاوة، بينما المعلومات تقول بأن الضابط أراد شراء الخروف بسعر بخس وليس خاوة. خاوة يعني ببلاش يأخذه لا ويطلع. هو من نعم 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 هو من تعامل ويا الشخص ياسر الزوبعي تعامل راد بسعر بخس، لكن بعد ما اشتد الكلام بيناتهم قال لا أخذه خاوة قصبا عليك قصبا على شاربك وشارب الخلفك. كان البداية تعامل بمبلغ بخس، لكن بعد ما اشتد الكلام بيناتهم أجابها الضابط ملازمة والمصطفى حسب المعلومات اللي وصلتني قال لا أخذ خاوة قصبا عليك وعلى شارب الخلفك. فمن اشتد الكلام بيناتهم ياسر أخذ حلاله وذهب إلى بيته. في الساعة 9 من نفس الليلة أخذ قوة كاملة وذهب إلى دار ياسر الزوبعي صاحب الحلال، لأن ياسر قال له أنت ما تأخذ لا أنت ولا اللي أشبش منك أن يأخذ حلالي خاوة من عندي. هذا السجال اللي صار بيناتهم. وبالنسبة للأجهزة الأمنية أنا أتحمل مسؤولية. الأغلبية الأغلب ما أقول الجميع، الأغلبية هم الفساد مستشري في جميع الأجهزة الأمنية، والدليل لأن ماكو رقيب وماكو محاسب وما حد يخاف من أحد. لأن أنا بالنسبة لي لو كنت آمر لواء أو قائد فرقة، أنا بما أنه هاي المعية اللي عندي يجيبون لي مبالغ وينطوني وكذا، أنا ما أقدر أحاسبهم، واللي أعلى من عندي كذلك. وهذا الدليل موجود هسه، نقل الجندي من مكان لمكان يدفع مبالغ مالية الله ينقل. الفضائيين اللي موجودين إذا تشوف الفضائيين اللي موجودين وتذهب بيوت الضباط المسؤولين اللي هسه كل واحد عنده فلل في أربيل وبعمان وكذا، الفساد مستشري. نعم. والدليل المظاهرات اللي طلعت ضد السياسيين هسه اللي موجودة صار لها 6 أيام، الناس نايمة في مجلس النواب بالمنطقة الخضراء ضد الفاسدين، مو بس السياسيين، حتى اللي بعض الفاسدين في الأجهزة الأمنية. معنا الشيخ طامي المجمعي أحد شيوخ ووجهاء حزام بغداد، شكرا جزيلا لجنابكم الكريم. إذن ختام الحصاد، أتمنى أن لا توجد أخبار لهذا اليوم، والعراق سعيد ويعيش بسلام. تقبلوا تحياتي وتحية زميلي، دمتم سالمين.